حجازي مجنون مش انا ليلى حجاز برضو جوز فلامينكو حجاز هي مجنون مش انا ليلى نصيب جربت سمعت الاغنيه حصتها ايه حصتها طيب اعطوني اياها نسمعها هون يلا ايش هي بلاش الملامه انا ما جربها استاذ ما جرب حلو النوعين ايوه اوكي لحظه بس راح اجربها مره خالد سليم عشنا قد ايه وشو الاغنيه الثانيه وينها وبلاش الملامه بلاش الملامه طالع سليم مش حلو دراما كمان في زي النهارده دي بس خليل هيدا ما نسوان بدي اه في بديو زي النهارده او شعرك جرب هيدي معك لا مش كثير خير لقدام شديد هو نقى هدول الاغاني صح؟ هو نقى هدول الاغاني؟ بنقي نحن والفنان لانه في الالبوم الجديد مش طبيعي فيه اغاني في اغاني بغني تركي بهرامي اعطوني التركي اسمع بليز اسمع محمد علي عم بغني 100% كثير اول ما اجى خالد سليم خيو هيك انا عم فكر براسي حتى وقفته كثير صوتك زي زيت التامر ما معقول مين حافظ الغنية كلها؟ حافظهم كلهم بصراحة ما لها نغني مع بعض خليه اخر واحد خليه اخر واحد خليه اخر شيء محمد محمد خليك اخر واحد محمد اسمع احلى شيء اول شيء بليز تعال يلا بشرط هلا بالله بالله اطلع اطلع ثانية بقى لا بموت يلا قوم قوم شو اطلع من على كذاب قوم مش غير بالنا حبيتها ولا ما حبيتها
وترك هذا النفس تغني ولازم تتعاش مش حضرتك خلينا ماشيين زي ما ماشيين مين عارف مين بكرة جايب ايه ومدام عايشين ومدى قادرين لو بنخاف نتحرم خلينا ماشيين زي ما ماشيين مين عارف مين بكرة جايب ايه ومدام عايشين ومدام قادرين يعلم بنخاف نتحرم ليه عشنا قد ايه بقي قد ايه يبقى بس ليه نشغل بالنا قد ايه بقي قد ايه يبقى بس ليه نشغل بالنا حبيتها ولا الدنيا ولازم تتعاش. نكست غير غني نكست خلاص ما حدا يعني بس والله انا دي محتاج اسمعها كتير عشان افتكرها الغنى بس انا الثانيه مره واضح الثانيه لا ان شاء الله اغنيها جامد قوي ما تغنيها زين انت يعني هذه اكثر